هذا سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يقول قال بعض، يقول قال أحد العلماء أي أكثروا من الزيارة له صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوه كالعيد لا يزار إلا مرة في العام. هذا كلام باطل فاسد، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى عن التردد على قبره، وهذا يقول ما تخلونه مثل العيد بسنة مرة، يعني معناه أكثروا من الزيارة، هذا خلاف السنة. نعم.